مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفتنا النهارده في تاني ايام العيد بوجودها خلت العيد عيدين، ومن اول ما عرفت انها معانا كنت بحضر كلام عشان اقدمها بشكل مختلف يليق بتاريخها وحجمها وفنها، لكن في النهايه قررت اقدمها بشكل بسيط زي طريقتها في التمثيل اللي ببساطه بيدخل القلب، بتصدقها من اول جمله بتقولها وتحس فعلا انها اختك او امك، وده اكتر لقب هي بتحبه، ام العظماء. ورغم كل ده ما لقيتش كلام يوفيها حقها، فمهما قلت هبقى بقول كلام عادي واقل من اللي هي تستاهله. ده حقيقي. ضيفتنا النهارده وده موقف انا شخصيا بحبه قوي، والدها وافق ان هي تدخل الوسط الفني بسبب صوره. دخلت الوسط الفني من غير ما هو يعرف، وبعدين الرئيس جمال عبد الناصر وقتها كرمها، فابوها قال لها طالما الرئيس كرمك فانا ما اقدرش امنعك، وهي مرتبطه معانا من وقتها بالرقي والاحترام والتقدير والالتزام وحب كل زمايلها ليها، ده غير حبها لفنها اللي بيوصل لنا طول الوقت. ورغم انها قدمت اكتر من 200 عمل فني ما بين مسرح وتلفزيون وسينما واذاعه، الا انك اول ما تقعد معاها ما بتبقاش عاوز تتكلم عن فنها ولا كواليسه، لكن عاوز تتكلم عنها هي وعن حياتها، وخصوصا ان هي عاشت قصه حب من اجمل قصص الحب اللي شهدها الوسط الفني كله ولسه بيتكلم عنها لحد دلوقتي. وزي ما في روميو وجولييت وعنتر وعبلة، كمان في محفوظ عبد الرحمن وسميرة عبد العزيز. نرحب بالفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز. كل سنة وحضرتك طيبة ومنورانا. وانت طيبة ومصر بخير يا رب. كل سنة وانت طيبة، وزي ما عبيدة ودياب قالوا انت خليتي العيد النهاردة عيدين. اشكرك اشكرك جدا، شكرا. احنا مبسوطين بوجودنا معاكي جدا جدا، وعندنا اسئلة وعندنا حاجات كتير قوي عاوزين نعرفها منك، وعايزين نعرف قصص كتير منك. معاكو. ماشي يلا بينا. مبدئيا بقى هنبدا بالقصه بتاعه والد حضرتك، انه ما كانش موافق في الاول انك تدخلي التمثيل، ولكن بعد الصوره اللي اتصورتيها مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافق. صح. ابدأ لنا بقى بالقصه دي. هو انا وانا كنت كليه تجاره جامعه اسكندريه، وانا في الثانوي كنت مثلت وخدت كاس صغير كده، فانا عايزه امثل، ما كنتش عارفه بقى هلاقي التمثيل في الجامعه ولا مش هلاقي. ماشيه في كوريدور كده لقيت صوت تمثيل في اوضه، رحت فاتحه الباب لقيتهم رجاله كلهم شباب، يعني ما فيش بنات. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا بنحضر مسرحيه بتاعت حفله الافتتاح. قلت لهم طب معكوش بنات؟ قالوا مش بيرضوا. قلت لهم لا، انا مثلت في ثانوي وممكن امثل معاكم. ما صدقوا، راحوا مغيرين المسرحية وجابوا مسرحية فيها أم عشان أشتغل معهم في التعارف، حفلة التعارف بتاعت أول السنة. يعني يعني أول دور كان دور أم؟ أيوة. سبحان الله. وكان عندك وقتها 19 سنة. عملتي 18 سنة. 18 سنة أو 19 سنة في الوقت ده. وبعد كده إيه اللي حصل؟ مثلت بقى، فطبعا تصفير وزعيق وتسقيف وحاجات كتير قوي. وكان حاضر الحفلة دي الأستاذ حافظ عبد الوهاب، جاي بيفتتح إذاعة اسكندرية. راح ناديه لي قال لي انت تيجي بقى تمثلي معنا في إذاعة اسكندرية. قلت له معرفش. قال لي انا هعلمك. واداني ورقة كده كتب فيها عنوان الإذاعة. أيوة. كانت شقة كده في شارع سليمان. وهو المدير بتاعها. تعالي لي يوم كذا الساعة 2. رحت وقفني على الميكروفون وعلمني ازاي اخاطب الميكروفون عشان اشتغل اذاعة، ازاي تمثلي من خلال الميكروفون ومحدش شايفك، بصوتك بس. بس وده طبعا حاجة صعبة جدا. اذاعة اسكندرية. الله. وبقيت قاسم مشترك في كل شغل اسكندرية. الله. طول ما انا في الجامعة. الى ان حضر عملت مسرحية اخراج حسن عبد السلام، عزم فيها كرم مطابع.
كرم مطاوع قال لي انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قلت له روح فين؟ قال لي تعالي مصر. قلت له ليا مكان؟ ما كنتش احلم. قال لي انا عندي مسرحيه على المسرح القومي تاليف عبد الرحمن شرقاوي، انت البطله كمان. البطله على المسرح القومي؟ اجي. قلت اجي من غير ما اسال البيت لسه. فرصه طبعا. ايوه فرصه ما تتعوضش. روحت على البيت قلت له يا بابا كرم مطاوع عايزني في مسرحيه على المسرح القومي تاليف عبد الرحمن الشرقاوي ومن اخراجه وبطوله بطله. بطله. أيوة. بطله وطني عكا. ابويا قال لي طب وهتروحي مصر ازاي؟ قلت له ما فيش مشكله اروح اقعد عند عمتي ليا. كويس كنت محظوظه وعمتك عمة موجوده في القاهره. القاهره. وجيت القاهره عشان اعمل وطني عكا، وهو جه معايا حضر شاف اول بروفه. بنات القومي ما عجبهمش ان كرم يجيب واحده من بره. بره طبعا. فبقوا يضربوني برجليهم واحنا على الترابيزه. لا يا نار. اعمل كده. مين اللي لاحظ؟ مين؟ سميحه ايوب كانت قاعده في اخر الترابيزه حبيبتي. فقالت لي تعالي انت كل شويه بتتفززي ليه؟ قلت لها بيضربوني برجليهم. راحت فاتحه قلت لهم انتوا فاكرين دي جايه من الشارع؟ دي بكالوريوس تجاره، دي بطله فرقه اسكندريه والمخرج اختارها ما حدش فيكم يتكلم. تعالي سميرة اقعدي جنبي. الله. زعقت لهم. رحت قايمه جري وقاعده جنبها. طبعا حمايه. حمايه. الله. فعلا كانت حمايه ليا. وبقيت اشتغل بقى بحريه ما فيش حد بيضايقني. وطلعت وطني عكا دي قعدنا 6 أشهر على المسرح. كل الناس كتبوا عني، واحد كتب فاطمه رشدي الجديده. الله. اسمها سميره عبد العزيز. الله الله. فكانت حاجه جميله يعني. طبعا. كانت بدايه بالنسبه لي عظيمه جدا. من بدايتك نجمه ما شاء الله. انا بعشق المسرح. ما شاء الله. يعني انا فعلا وقوفي على المسرح ده متعه شديده جدا ليا. طبعا. ولذلك انا ببحث عنه يعني. انا طبعا بدور ان اشتغل دايما انا اللي بطلب الشغل المسرح. يا حبيبتك اشتغلتي مسرح واذاعه ودراما، بس بداتي بالمسرح اللي هو اكتر حاجه بتخوف. المسرح بدات. المسرح القومي طبعا، وكان المسرح في اسكندريه بقى. المسرح بقى كان في اسكندريه، ودي كانت اول مسرحيه ليكي. وقولي لنا احساسك وشعورك وانت واقفه اول مره قدام الجمهور بقى، بتواجهي كل الجمهور الكبير ده اللي هي مسرحية وطني عكا. كان شعورك ايه بقى؟ احساسك كنت خايفة ومرعوبة وبتترعش؟ خايفة اول واقفة على المسرح. خايفة لكن عايزة إيه؟ اوريهم بطولتي ان انا جامدة. ايوة. عايزة اوريهم ان انا يعني ايه مش شوية. ايوة. وفعلا الصحافة كلها كتبت. يعني واحد كتب منشيت كبير كده قال فاطمة رشدي الجديدة اسمها سميرة عبد العزيز. ما شاء الله. كنت متوقعة النجاح بقى ده؟ كنت متوقعة نجاح المسرحية؟ لا مش للدرجة. يعني كنت خايفة. خايفة عشان أنا غريبة عنهم. أيوه. وكنت أول مرة أقف على المسرح في المسرح القومي. لكن رد الفعل بتاع الصحافة وبتاع الجمهور لما بيسقف، فضل يسقف لي جامد جدا. بقيت فرحانة أروح أحضن مدام سميحة وأشكرها إن هي حامتني ووقفت جنبي. طبعا. وهي سميحة أيوب لحد النهاردة أعز صديقة عندي، ودايما مع بعض يعني. بنوجه لها كل التحيه، كل احترام وتقدير. بنقول لها كل سنه وهي طيبه في تاني يوم العيد، يعني ذكريات جميله مع سميحه. طبعا. ايوب. طب بما اننا بقى في تاني ايام عيد الاضحى وانتي منورانا، اول ايه ذكرياتك مع عيد الاضحى؟ مع العيد؟ الفستان الجديد اللي هلبسه. شفتي؟ ايوه. طب ايه الفرق؟ يعني كانت امي كانت تقصد انها دايما ايه على العيد تعمل لي فستان جديد انا واخواتي. يعني انا كان ليا اخت اصغر مني، فكنا احنا الاثنين تعمل لنا فساتين على العيد عشان نلبس يوم العيد فستان جديد. فكنت دايما انا تفكيري كله في الفستان هيبقى ايه؟ الفستان الجديد طبعا. طيب لو رحنا لبداياتك في دور اولى اسكندريه، اولى تجاره اسكندريه، دور القسيس. ايه؟ ما خفتيش؟ عملتي اول في بداياتك ده واخدة عليه جايزة. في بداياتك ما خفتيش تعملي دور راجل؟ لا انا كنت ساكنة في عمارة الدور الارضي
فيها واحد قسيس لابس لبس القسيس وكان صاحبنا ده لما جيتي القاهرة؟ لا لو هي في اسكندرية. في اسكندرية اوكي. لما جالي بقى دور القسيس كان الأستاذ الرسم هو اللي عامل تمثيل هو اللي عامل فريق تمثيل وأنا كنت برسم فكنت عضوة في الرسم. فمرة لقيتهم قاعد ممثلين قلت له الله طب ما أنا عايز أمثل معاكم. قال لي ما عنديش غير دور راجل. قلت له أعمله إيه المشكلة؟ من كتر حبك في الفن لا عندك استعداد تعملي أي حاجة. يعني أنا بقيت زعلانة أنه جاب ناس تمثل وأنا لا وأنا قال لي أنت هترسمي الديكور. قلت له أرسم الديكور وأمثل. قال لي ما عنديش غير دور قسيس. قلت له أعمله. ولجأت للقسيس اللي ساكن عندنا في البيت. الله. خدت منه الجبة بتاعته ورحت قلت له ادي الملابس اهي كمان انا عملت كل حاجه. الاستاذ ما صدق بتاع الرسم ده ما صدق ان انا جبت اللبس اللي هشتغل بيه. وفعلا عملت الدور وكان نجاح كبير جدا في المدرسه وابتدى يجي لي ايه ناس تانية عايزاني امثل كليات تانية الزراعة. انا كنت في التجارة كلية الزراعة عاوزيني اروح اي حد عايزنا اروح امثل اروح. كنت بحب قوي التمثيل وشايفة ان ده منطلقي ان انا لازم ابقى ممثلة. سبحان الله حضرتك كأنك اتولدتي نجمة اتولدتي ممثلة يعني الحمد لله. يعني انا ابتديت بدري قوي وانا في الجامعة 17-18 سنة. ولما طلعت بقى ابويا هو ما كانش موافق قولي الممثلة دي. انا مدخلك كلية تجارة يعني هتشتغلي كلية تجارة. لما طلعت بقى سلمت على الرئيس جمال عبد الناصر لما طلع المسرحية اللي انا عملتها بتاع جامعة اسكندرية طلعت الاولى على الثلاث جامعات وقتها كانوا ثلاثة. طلعوني انا عشان انا البطلة استلم الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر. ابويا كان بيعشق جمال عبد الناصر. طبعا. قال لي يا بنتي ما دام الفن مقدر من رئيس جمال عبد الناصر عايزه تشتغلي ممثله ما عنديش مانع بس خلصي الجامعه الاول. بس خلاص ما بقاش معترض قال لك ما اقدرش امنعك. حب يطلع معايا عند عبد الناصر ما رضيوش. كانت اللقاء في نادي الاولمبي هناك في اسكندريه وموقفين بوليس يا دوب انا دخلوني ما رضيوش يدخلوني. فضل يا حبيبي واقف بره على الباب انه حتى بس يشوفني ما شافش. بعد كده احساسه بيكي ايه بقى؟ انا كنت حطير من الفرحه ومرعوبه من الموقف طبعا ومسكت ايد عبد الناصر ما سبتهاش. باين في الصوره هو ماسك السوق الكاس وانا مسكت ايده بايديا الاثنين طبعا مش باخد الكاس. راح رئيس الجامعه لي خدي الكاس من ايد الراجل. بس هي بتبقى لحظه كده ليها رهبه طبعا عبد الناصر. ايوه وقت عبد الناصر ومسرح وجايزه وانا ماسكه ايدي بايديا الاثنين ماسكه ايده بايديا الاثنين مش مصدقه. ايوه مش عايزه اسيبها. راح قال لي خدي الكاس من ايد الراجل. رحت مد ايدي واخداه انا متشكره انا متشكره سياده الرئيس انا متشكره. حصلت لي ربكه طبعا واخدني منزلني طبعا وكان يعني روحت البيت سعاده غامره. احساس والد حضرتك بقى بعد كده وانت ما شاء الله قاعده بتعلي ونجمه اكتر واكتر كان بيقول لك ايه؟ قال لي شوفي بقى ما دام الفن مقدر من رئيس جمال عبد الناصر عايزه تشتغلي ممثله ما عنديش مانع بس خلصي الجامعه الاول. كنت انا في سنه ثالثه وقت ما خدت الكاس ده. اجتهدت بقى دخلت خلصي الجامعه وتفرغي بقى للفن. عيني مدرسه مواد تجاريه. ابويا كان مدرس رياضيات فعيني مدرسه مواد تجاريه في مدرسه. المدرسه قلت لهم انا عايزه اكون فريق تمثيل من البنات. لقيت بنات كتير قوي عايزه تمثل فعلا عملت فريق تمثيل للمدرسه اللي انا فيها كانت مدرسه التجاره الثانويه. وعملنا حفله وبقوا مبسوطين مني جدا. لكن ما كملش بقى ده ان انا طلبني كرم مطاوع اروح القاهره عشان مسرحيه وطني عك. لا انا حابه انتقل الاول مع الجميله والفنانه الكبيره سميرة عبد العزيز عن علاقتها بالراحله فاتن حمامة. مين اللي قال لك الكلام ده يا مارسيل؟ رجوات سمعته من زهي وزهي عرفته النهارده من وكاله الوزاره. قلتيلي يعني الكلام ده مظبوط؟ بالطبع. لا
أنا لا أملك إني أرفض زيارة السيد الوزير. السيد الوزير يقدر يفاجئنا بالزيارة في أي وقت، ده من صميم مسؤولياته. كل الحكاية إن أنا رفضت أزوق المدرسة وأعمل طوابير شرف. قلت لهم السيد الوزير يشرفنا في أي وقت مع ضيوفه ويشوف مدرستنا على حقيقتها، والسيد المحافظ أقرني على كلامي ده. لما تم الإعلان عن وفاة راحلة فاتن حمامة ما كانش حد عارف أو كانش حد عارف يتأكد ده فعلا حصل وهي تم الوفاة ولا دي إشاعة. قعدوا يوم كامل بيحاولوا كل الصحفيين هم يتواصلوا معاك ويكلموك عشان علاقتك بفاتن حمامة. عاوزين نعرف عن العلاقة دي. لما جابتني مدام إنعام في المسلسل وأنا هعمل دور مارسيل الوكيلة في ضمير أبلة حكمة، في ضمير أبلة حكمة، لقيت فاتن حمامة عايزة هتقول بقى خطبة. أول يوم تصوير خطبة على الطالبات ورحنا مدرسة، لقيتها بتقول كلمة عربي غلط. ما هنش عليا، دي بداية علاقتكم خالص. أيوة رحت المدام إنعام قلت لها هي بتقول أرحب بالبنات الجدد، هي لازم تبقى الجدد. الجدد قولي لها. قالت لي لا قولي لها أنت، كانوا كلهم خايفين منها. أيوة وهي واقفة بتقرأ، رحت أنا رايحة جنبها كده وقلت لها إيه مدام حكمة من فضلك أنت بتقولي برحب بالبنات الجدد، لغة عربية تبقى صح جدد، ما تقوليش جدد قولي جدد. قالت لي جدد هي اللي صح. طب اسمعي كده، أرحب بالبنات الجدد صح يا سميرة حبيبتي؟ والله وتقبلت النقد وتقبلت إنك تصلحي لها. تقبلت عظيمة وراحت بيساني كمان. الله، وأنا بقيت فرحانة جدا لأن أنا طول عمري بتفرج على شغلها وشايفاها نجمة للتمثيل جميلة جدا طبعا. ولما كنت هشتغل معها بقى كنت سعيده فرحانه قوي ان انا هشوف الله على رقيها وتواضعها وجمالها فاتن حمده. بقى قعدنا كنا اليوم اللي هنشوفها فيه قاعدين بالليل كلنا على العشاء، محدش عايز يقرب للاكل غير لما هي تنزل. ايوه وانا عيني على الاسانسير مستنيه اشوفها لما تيجي. ايوه وقمت جري قابلتها وقعدتها ومن ساعتها بقى بقيتوا صحاب والعلاقه توطدت وبقيتوا قريبين لبعض. علاقه وطيده معاها. وقالت لي انا ليا اخت ساكنه في اكتوبر كل ما اجي لها هعدي عليكي. كانت بتجي لي هنا. كان نفسها محفوظ يكتب لها مسلسل. ليه بقى ما اشتغلوش مع بعض؟ يعني سمعنا ابتدى بس ما حصلش نصيب. ليه بقى المشروع ده ما كملش؟ اتوفى محفوظ الله يعني كان في الوقت ده يعني هو ده سبب عدم الاكتمال لان ساعتها اتكتب كلام كتير قوي عن الموضوع ده. أيوة. ولكن ما كناش عارفين ايه الحقيقه. هم ليه ما اشتغلوش مع بعض؟ هل كان في خلافات؟ عيه بقى تعب عيه وتوفى. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه. ممكن تروحي الاذاعه بقى. من قبل ما ننتقل بما ان جبنا سيرته رحمه الله عليها بس هنرجع له بقى تاني عشان نتكلم عن قصه الحب. انا بحب قصص الحب قوي. قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز اخراج اسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل أنت سعيد؟ وهل أنت سعيدة يا بنيتي؟ يا سبحان الله، أتوجه إليك بسؤال فتجيبني عليه بسؤال هو نفس ذات السؤال. بنيتي، في بعض الأحيان قد يكون في السؤال جواب يغني عن كل جواب. عايزين نتكلم عن برنامج قال الفيلسوف اللي قعد 30 سنة في الإذاعة، كلمين عنه. انا كنت من اول اسكندرية بشتغل في إذاعة اسكندرية. لما جيت بقى خلاص هستقر في القاهرة رحت ل كان مين اللي معنا في اسكندرية؟ انا قلت لكم عليه دلوقتي. مين اللي كان بيفتتح إذاعة اسكندرية؟ المهم رحت قلت له ايه انا هروح القاهرة اديني جواب لبابا شارو عشان امثل في القاهرة. فراح كاتب له حافظ عبد الوهاب، حافظ عبد الوهاب مدير إذاعة اسكندرية. راح كاتب لبابا شارو اهديك صوتا جميلا ومثقفا رجاء الاستعانة بي في برامجكم.
الله على الوصف بتاع سوطن مثقفا. ده حافظ عبد الوهاب وكتب له مضاله. خدت الجواب وجيت جري على القاهره. رحت لبابا شارو واديته. قال لي ايه يا اختي يعني صوت مثقف وجميل يعني ايه؟ قلت له لا انا بعرف لغه عربيه كويس وكنت بمثل في اذاعه اسكندريه. قام راح بعتني لبتاع البرامج الثقافيه. قال له خد شوف بقى حافظ عبد الوهاب بعت لنا بيقول ايه. صوت جميل ومثقف. فكان ده كان الاستاذ حسني عبد العزيز. كان في القاهره. كان في القاهره. اذاعه القاهره. اداني برنامج اسمه اماكن لها تاريخ. ناريشن. اقول الناريشن. قال لي اقري كده. قريت. قال لي لا والله عنده حق. كان واقف واحد بعيد كده. قال له لا لا انا عايز زيف قال الفيلسوف. مش في اماكن لها تاريخ. ايوه. قال له مش لما تبقى تكتبه. ما كانش لسه كتب. اوكي. فضلت في اماكن لها تاريخ فتره كذا شهر ثبتني فيه يعني ما بقتش. كان الاذاعه المفروض ما نشتغلش غير كل 7 برامج. لا عمل لي استثناء من عند بابا شارو ان انا اشتغل على طول كل الحلقات. الله. ده بتاع اماكن لها تاريخ. لما خلص بقى قال الفيلسوف جايلك بقى عشان تشتغلي. شالوا بقى مني اماكن لها تاريخ. يومها زعلت. تاخدوا مني برنامج ربع ساعة وتدوني برنامج 5 دقايق. شفتي بقى. كنت عايزة اتوقع عايزة الفلوس والوقت كمان على الاذاعة. بس مكنتيش تعرفي ان هو برنامج هيستمر 30 سنة. ده يومي. ده برنامج يومي. واحنا فاكرين صوتك في الاذاعة ساعتها قال الفيلسوف. انتقلنا بقى لقصة الحب. قصة الكاتب إيه؟ قصة الحب. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رحمة الله عليه. جوازتكم استمرت 34 سنة ما شاء الله. انتوا قررتوا مع بعض ان الجوازة يبقى ما فيهاش اطفال؟ انا كنت بشتغل في مسلسل من اخراج عباس أرناؤوط ومن تأليفه. وانا جايبة بنتي معايا. وبالصدفة هو جايب بنته. وقاعدين على ترابيزة البروفات. انا قاعده وجنبي الممثلين كلهم. دي اللي هي بروفة الترابيزه. بروفة الترابيزه. مسلسل. اخراج عباس أرناؤوط الاردني. بنتي بتلعب بره مع بنته. بنتين لقوا بعض بقى فكده. لقيت بنته جايه تقول له ايه بابا اتجوزها دي ما عندهاش جوز. مها بنته. دي بنته اهي صورتها يا حبيبتي. يا حبيبتي. ف انا اتكسفت. قال لي ايه رايك نسمع كلام البنات. ايه ده ايه بقى هنسمع كلام البنات في كلام فارغ زي ده. اختشي كده. بقيت مكسوفه. يعني لقيت المخرج بقى الاستاذ عباس أرناؤوط بعد ما خلصنا البروفه. قال لي تعالي انا عايزك. قال لي انت ليه رفضتي. قلت له لا خلاص يعني انا عملت التجربه وعندي بنتي وما فيش داعي بقى ارتبط بحد تاني. قال لي ده انسان محترم جدا وراجل محب للفن. وظروفه زي ظروفك. هو عنده ولد وبنت وانت عندك بنت. فما فيش مشكلة انك بدل ما تقعدي لوحدك تتجوزي. قلت له انا مش عايزة اتجوز. انا يعني ما كانش عاجبك وقتها. ما كانش عاجبك كده. ما كانش لسه. ما كنتش لسه يعني. ما كانش لسه قصة الحب بدأت. سافرنا المسلسل ده كان هيتصور في قطر. سافرنا قطر مع بعض. فبقت بالليل القعدة كل يوم بنقعد مع بعض. تدخل الممثلين بقى عرفوا الحكاية. كلهم كل واحد يقولوا لي ده راجل محترم ليه تقولي لا. ايوه ده راجل جميل. راحوا قايلين ايه هتقولنا مأذون. لا بالسرعة دي في قطر. قالوا ما فيش مأذون. ليه ما بيتجوزوش في قطر. كنا في قطر. واحد من الممثلين قال هتقولنا مأذون خلاص. وافقت. قالوا هنا مع الأسف ما فيش مأذون. هنا ما بيتجوزوش كده. الجواز هناك مدني. مدني. ايوه. قلت له بص لما ننزل. قال لي طيب اوعديني ان اول ما ننزل القاهرة نروح المأذون على طول. وعدتيه. كانت معانا سميحة أيوب في المسلسل ده. سبحان الله شاهدة على كل حاجة. قالت لي
انت ليه رافضه؟ انا بعرف. بقول لها يعني انا مش عارفاه. قالت لي انا عارفاه من زمان واشتغلت في شغله قبل كده، ده راجل محترم جدا وظروفه زي ظروفك، هو عنده برضو بنت وولد وما عندوش زوجه، وانت لوحدك ومعاكي بنت وما عندكيش زوج، ليه لا؟ انا بضمنه. يعني سميحة قالت لي انا بضمنه على ضمانتي. وما كانش عندك مانع ان هو عنده ولاده هيعيشوا معاكي؟ ابدا ابدا بالعكس. ده انا وهو كمان ما اعترضش على ذاكر لابنه عشان ينجح. الله كنت ام فعلا ليه. وفعلا نزلنا من قطر من الطياره على بيت مدام سميحة أيوب في الزمالك. كانت هي مكلمة الأستاذ سعد الدين وهم بيحضر المأذون. الله الله عايزين يبقى الكتاب في بيت مدام سميحة أيوب. وبقيت زوجة لمحفوظ عبد الرحمن الله يرحمه، اللي ربنا يرحمه. كان أحسن زوج وأحسن صديق. حبيبتي أنتي جميلة وإحنا مبسوطين جدا بالكلام معاكي. عاوزين نعرف بقى أنتي فنانة ونجمة ومطلوب منك التواجد ومطلوب منك تحضري مهرجانات ومطلوب منك دايما تكوني موجودة، ومن يوم وفاة زوجك من 2017 انت بتقلعيش الاسود. مش بقلع. ازاي بقى عملتي كده؟ او ازاي يعني مفيش دور طلب منك تغيري الاسود؟ ابدا مش قادرة. يعني بنتي بنتي بتقولي كفاية يا ماما كفاية قلعي الاسود بقى. قلت لها مش قلعاه لحد ما اموت يا حبيبتي. اما حصلت سمعت حضرتك بتقولي قبل كده انك لحد دلوقتي كل يوم بتكلمي. ايوه. بتقولي له ايه؟ بحكي له انا عملت ايه. يعني انا بقعد كده صورة جوه كبيرة قدامي في الاوضة اللي بقعد فيها. وبص له كده واقول له ايه، يا ريتك ما سبتني النهاردة، كنت بعمل دور حلو قوي. واقعد بقى احكي على التمثيليات اللي بعملها والعروض اللي بتجيلي. ورجعتي قلتي بقى انا مش هعمل ام بلطجي. ما رضيتش. بعد ما عملت ام الائمه. ايوه انا عملت ام الائمه وام عبد الوهاب على المسرح. كان في ام كلثوم عنه عملت ام عبد الوهاب وعملت ام كلثوم. ما عملش بقى ام بلطجي. كان مشكله حضرتك وقتها كان في البلطجي الدور ولا في شخص محمد رمضان؟ لا في الدور. في الدور. ماليش دعوه بشخص وانا ما اعرفوش. رايك في الفن اللي بيقدمه انت دايما؟ يعني انت دايما انا ما بحبش النوع ده من الفن. يعني انا ما بحبش اوري شبابنا وولادنا البلطجة والألفاظ السيئة. بحب دايما العمل يبقى في مصلحة أولادنا. الشباب اللي بيقعدوا قدام التلفزيون والستات اللي قاعدة طول النهار قدام التلفزيون. طب لو في رأي آخر دلوقتي مفيدة. ممكن يقول إنه ده بقى جزء من المجتمع وده دور، ده مش حضرتك، ده دور بتقدميه. لا. تشوفي الحته دي ازاي؟ ما اقبلش اعمل ده جنب الادوار التانية. جنب الادوار اللي عملتيها. يعني انا عملت ادوار كتيره جدا، عملت ام ناس محترمه كتير جدا، ام الدعاء، امام الدعاء، وعملت ام عبد الوهاب وعملت ام كلثوم. دايما ما عملش بقى ام بلطجي. فشايفه انه ما ينفعش اعمل. لا ما ينفعش. في الحته بس وقتها محمد رمضان اتضايق جدا من تصريحاتك. ما هو بقى وبعت لي رساله كبيرة شتيمه. فيا. فانا ما كلمتوش. هو لجأت الأشرف زكي النقيب بتاعنا، قلت له ده عضو عندك في النقابة بتاعتك. شوف بعت لي ايه. ووريته الرسالة اللي هو بعتها لي. هو اللي اتصل بيه بقى. وخلاه يعتذر بعدي اعتذر وقلت له خلاص يا ابني ما فيش اي حاجة. انت زي ولادي. وانتهى الامر. طيب لو رجعنا تاني للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وصاكي قبل وفاته انك ما تعتزليش الفن، ومع ذلك اعتزلتيه فترة. هل فعلا الفنان الكبير محمد صبحي هو اللي خلاكي ترجعي تاني ومسرحية خيبتنا؟
هو يعني انا طبعا بعد ما توفى محفوظ هو وصاني قال لي لا هتفضلي تمثلي اوعي تسيبي التمثيل. لكن انا ما كانش ليا نفس يعني حزينه جدا على فراقه ومش عارف لحد بقى صبحي اتصل بيا. صبحي كان بيجي لمحفوظ هنا البيت عشان عايز منه مسرحيه له. وتوفى محفوظ من غير ما يكتب له المسرحيه. بس صبحي انا بعرفه من المعهد. كان معيد عليا وانا في معهد الفنون المسرحيه. كان المعيد كان نيفين صديقتي مراته الله يرحمها، وكان هو معيد علينا. وانا عارفه بقى من المعهد. بص صاحبتي فراح مكلمني قال لي انا عندي مسرحيه وفيها دور لك تشتغلي معايا. قلت له يا صبحي اشتغل معك، انت بتقدم فن محترم وانا ما عنديش مانع. وكان الله فعلا اشتغلت معاه تاني على المسرح ورجعت لنا تاني. وان شاء الله في روايه جديده كمان. الله الله على الخبر الحلو. الحمد لله. فنانه كبيره سميره عبد العزيز، عملتي اكتر من 220 عمل، ايه اكتر الاعمال اللي بتحسي دي اهم الاعمال اللي انت قدمتيها؟ يعني لو نقول اول 10 اعمال كده في اعمالك، طبعا 220 عمل ده يعني عمر من الاعمال ما شاء الله، عمري كله، ودايما يا رب تقدمي اعمال جميله. ايه اهم 10 اعمال لو هنقولهم بالترتيب كده؟ يعني اهم عمل عملته قال الفيلسوف. انا كنت بدخل مهرجان السينما وانا ماشيه كده الاقي الناس يقولوا قال الفيلسوف. احنا بنسمعها ودننا لحد دلوقتي، علق مع ناس كتير قوي طبعا. فده طبعا اكتر برنامج سعيده بيه وان انا عملته سنين طويله يعني. طب والاعمال الفنيه بقى ايه العمل اللي حاجه؟ كل حاجه عملتها اكتر حاجه قريبه من قلبك، ايه في الدراما ايه في المسرح اكتر حاجه من وجهه نظر حضرتك بتشوفيها؟ من وجهه نظري وطني عكا اللي هي اول مسرحيه اعملها، واللي الاقي جمهور بيسقف، انا كنت مرعوبه طبعا ان انا هطلع على المسرح القومي وفي سميح ايوب وفي كان عبد الرحيم الزرقاني معانا وكان معانا ناس كتير ومحمود ياسين وكل دول نجوم وانا هطلع وسطهم. كنت خايفه جدا. لكن تسقيف الناس اداني الشجاعة واداني الثقة في نفسي. فبقيت فرحانة قوي وحي جمهورها وطي الله ويسقفوا زيادة، كل يسقفوا زيادة. فده اللي اداني الى جانب تأييد سميحة ايوب الحقيقة. وقفت جنبي وهي بقت تنصحني ما توقفيش تتكلمي مع الجمهور كتير، ما تحييش زيادة من اللزوم، يعني خلي انت بتقدمي شغل كويس. وسميحة ايوب على راسي من فوق، صديقة عمري لحد النهاردة، نوجه لها كل التحية. حطيتك كل التحية في حتة النجومية، يعني علمتك عشان كنت صغيرة في السن. ايوة وعشان حضرتك صادقة فربنا كان بيوقف لك العظماء فعلا في طريقك. الحمد لله. طب سؤالي دلوقتي يعني من كلهم يعني حتى من الرجالة، استاذ عبد الرحيم الزرقاني طبعا اشتغلت له مسرحية وتبناني يعني بقى يديني النصايح، قال لي ما اجيبك حاجة عرضيها عليا عشان اقول لك تعمليها ولا لا. فحسيت بحب الناس لان انا كنت صادقة جدا وبحب قوي الفن ده. يعني من صغري وده اللي بيوصل لنا منك طول الوقت. بحبه قوي. ايوه. طب سؤالي دلوقتي لسميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ. الفنان دايما رايق ومزاجنجي وبيحب الروقان، عرفتي توفقي ازاي بين الفن والعمل السياسي؟ انا يوم ما جاني الخبر ده كنت في اسكندرية مع بيفتتحوا مسرح اسكندريه، مسرح محمد علي، مسرحيه بحضرها ومعايا كان معاكي اصدقائك ورحتي حضرتي المسرحيه. فجالي الخبر قلت انا مالي مجلس الشيوخ، انا مالي ومال مجلس انا مالي ومال الكلام ده. انا ممثله. انا ممثله اعمل ايه في مجلس الشيوخ؟ فمدام امال مديرة المسرح هناك قالت لي يا عبيطة دي حاجة مهمة، ده تعيين من الريس. أيوة. قلت لها والريس يعرفني منين؟ براءة. أكيد شاف شغلك. وبعدين
ما حضرتك ما نقدرش نقول عليكي ممثلة عادية. أنا بقيت مستغربة، خايفة خايفة إزاي أنا هروح أحضر مجلس شيوخ يعني سياسة وأنا مش من صغري يعني مش مهتمة قوي بالسياسة، بشتغل في الفن. قالوا لي الفن ما بيبعدش عن السياسة، ما الفن بيقدم سياسة، وأنت عملتي مسرحيات كتير. شجعوني يلا قومي نسافر عشان تروحي في الميعاد. الميعاد كان الساعة 6 في مصر الجديدة. سافرنا فعلا ورحت. أول ما دخلت المكان لقيت هدى جمال عبد الناصر. هدى جمال عبد الناصر، قلت لها هدى الحمد لله إن أنت هتبقى مع بعض. ما صدقت. أم الراجل اللي جاب اللي بيدينا المحاضرة قال لي إيه يا أستاذة عودي؟ قلت له لا أصل أنا جاية ومش عارفة هعمل إيه في مجلس الشيوخ يعني، لكن مدام هدى معايا هدى صديقتي. أنا كده اطمن. قال لي إحنا كلنا معاكي وهنفهمك وهنقول لك ايه اللي بيتعمل. استوعبتي بقى السياسه وفهمتي وتعمقتي فيها؟ جبت كتاب قريته. ذاكرتي طبعا عشان ما استكبرتيش انه انا لسه هذاكر وانا سميره عبد العزيز. لا 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 ابدا. جبت كتاب وقريته، بعدين عندي جوز بنتي بيفهم قوي في السياسه خليته يقعد معايا يكلمني كتير على الحاجات دي. وكان ورحت أول مرة أتكلم في مجلس شيوخ واحد واقف يقول اغسلوا الثقافة دي، الدولة بتصرف فلوس على الفاضي، ناس بتروح تهزر وتعمل كلام فارغ. رحت رفع إيدي. أستاذ عبد الرازق اللي هو رئيس المجلس قال لي اتفضلي مدام سميرة، ما صدقني. أيوة صدقوك تتكلمي بقى خلاص، ما هي الحتة بتاعتك. فاكرة قلتي له إيه؟ أنا مثل حي لقصور الثقافة. الله. بدأت حياتي الفنية في أصل ثقافة الحرية في اسكندرية. الطلبة اللي في المدارس الثانوي يمارسوا الفن فين لو ما فيش أصل الثقافة؟ الله. بدل ما تقول إلغي أصل الثقافة قول حسنوا قصور الثقافة. طبعا. حطوا فيها مخرجين، حطوا فيها مؤلفين، حطوا فيها أدباء عشان يعلموا الشباب إزاي يمارسوا الهوايات بتاعتهم تحت قيود وضوابط مظبوط. المجلس كله سقف. طبعا عشان كلمه جميله. طبعا. فاتبسطت بقى ان انا قلت حاجه في مجلس شيوخ. ايوه. طبعا احنا نفسنا نقعد معاكي اليوم كله، بس في سؤال مش قادره ما اسالوش، ايه الدور اللي لسه ما عملتيهوش ونفسك تعمليه؟ نفسي اعمل ام محارب. ام محارب. يعني شاب محارب مطلوب يروح حرب أو تدريب حرب أو كده عشان أنصحه وأوعيه وأخلي كل الشباب لما يجي لهم ظروف إنهم يشتركوا في حرب يروحوا بشجاعة عشان أشرح له الدفاع عن الوطن يساوي إيه، حماية البلد تساوي إيه. أنا بحب بلدنا قوي، بحب أدافع عنها، وعايزة كل شاب يضحي من أجلها. أنا مستعدة أضحي من أجل مصر. أنت مثال حي أن الفن فعلا رسالة. فكنت نفسي يجي لي دور ده، أم واحد رايح يحارب وأقعد أديله القوة أن هو يحارب بقلب جامد وما يخافش من أي حاجة ويدافع عن البلد بكل ما أوتي من قوة. ربنا يبارك في عمرك وتعمليه لنا ان شاء الله. سؤالنا الاخير ليكي بقى قبل ما نختم فقرتنا الحلوه قوي دي، في ناس كتير ما بتحبش برج الجوزاء وبتقعد تقول ده برج بصي بصيت ازاي اول ما قلت لها، تقول لهم ايه بقى لو ما بيحبوش برج الجوزاء دول؟ بقول لهم انا برج الجوزاء احبوه. أيوة. عشان ايوه كده كده كفاني فخرا. لا ده برج الجوزاء عنده ميزات كتيره. ايه بقى قولي لنا. بيجمع ما بين كذا برج. يعني عنده صفات برج الجوزاء وبرج العقرب اظن حاجه كمان. فبيقدر عنده حكمه بتوع برج الجوزاء. وشخصيته قويه. وشخصيه قويه. وقياديه. وانت قياديه صح. وانا وانت قياديه وشخصيه قويه وطلتك وظهورك على الشاشه الصغيره او الكبيره والمسرح الاذاعه كل حاجه قدمتيها على مدار السنين اللي فاتت، يعني بجد بتقول ان انت من احسن الشخصيات اللي عدت على الفن الحقيقه. شكرك. كله
احنا سعداء جدا جدا بوجودك معنا النهارده، اتبسطنا جدا بالحكايات وبالذكريات، ومبسوطين ان انت رجعتي بذكريات دي كلها معانا وفضفضتي وحكيتي معانا، ويعني وانك سمحت لنا نقعد معاكي ونعيد معاكي، شرفتينا ونورتينا. خليكم معايا، هنخلص وهنفضل قاعدين، نورتينا وشرفتينا. بس ستتين حلوين معايا، مفيش احلى مني. مفيش احلى من والله ما في احلى مني كده. عيونك اللي حلوه عشان كده بتشوفي كل حاجه حواليك. الفنانه الكبيره العظيمه سميره عبد العزيز، والله واسئلتكم جميله، وكنت سعيده جدا بلقائي معاكم. احنا سعداء اكتر، وانت نورتينا على شاشه صدى البلد في برنامج صباح البلد. كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وكل السادة المشاهدين طيبين. بنشكرك شكرا كل جزيلا. كل سنة ومصر بخير وفي تقدم يا رب. يا رب. احنا فقرتنا خلصت للأسف، فتعالوا بقى كده يعني نختم فقرتنا، وبنشكر طبعا وجودنا مع القديرة الجميلة سميرة عبد العزيز. تبعكم نهاد سمير وعبيدة أمير. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة، نورتينا. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة ومصر بخير يا رب وفي تقدم يا رب. نشكر حضرتك وحضرتك بألف خير. دي أحلى حاجة نختم بيها. كل سنة ومصر بخير. شكرا.